السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكورس هذا إن شاء الله نعطيك مادة مبادئ الحاسوب للفصل الأول العام، أستاذ علاء الدين المعدني. أولا نجو تعريف الحاسب الآلي. شنو هو الحاسب الآلي؟ طبعا أو جهاز الكمبيوتر، هو عبارة عن آلة إلكترونية. الآلة الإلكترونية هذه يتم فيها تخزين البيانات بشكل دائم، أو ندخل البيانات للحاسوب على يتم معالجتها للحصول أو استخراج المعلومات. كذلك أن نقدر نخزنها بشكل دائم لحين الرجوع إليها مرة أخرى. في مصطلحين مهمين في الحاسوب، اللي هو الانفورميشن والداتا، أو البيانات والمعلومات. الداتا شنهن؟ لهن المدخلات. لما أي بيانات ندخلن أو أي شيء ندخله إلى جهاز الحاسوب نسميه بيانات. البيانات هذينا الغرض منهن شنو؟ الغرض منهن معالجتهن، معناها ندور لهن العلاج متاعهن للخروج على معلومات. طبعا في الدياجرام هذا والرسمة اللي هو الادخال، اللي هو نسميه الداتا، يتم معالجتهن الخروج علينا شنو الخرج متاعها الانفورميشن، معالجتهن والحصول على المعلومات. نجي مميزات الحاسوب. طبعا نحن لما قعد الحاسوب جهاز يخش في كل الحياة العملية، سواء كان في المؤسسات، سواء كان في الجامعات، في المدارس، يستخدم كذلك في الأعمال، تلقاه في كل بيت. أكيد عنده مميزات خلى العلماء أنهم شنو يستخدموا الجهاز هذا، يخليه كأنه يسير حياتهم. فعندي مميزات الحاسوب، عندي السرعة سبيد، أنه سريع في إجراء العمليات الحسابية. في من كثر ما هو سريع، أنك كانت تقدر السرعة متاعه في إجراء إنجاز العملية الحسابية تلقى كأن الزمن يرد لورا، كان بالماينس. مرات العملية هذه في إجراء عملية كومبليكيتد أو معقدة، تلقى الإنسان ممكن يأخذ العملية مرات يقعد فيها يوم، مرات ساعة، ساعتين، ثلاثة، ممكن يتعب، ممكن يصير له هيدك، يصير له صداع من إجراء العملية الحسابية. في الأخير بكل ممكن يقدر يطلع لي الناتج، مرات في أخطاء، ممكن تعب، لكن الحاسوب يقدر شنو يدير لي إجراء العملية بسبيد، بسرعة هائلة جدا. مرات مجرد ما ندير نضغط على كلمة رن، أو كيف الآلة الحاسبة الكالكوليتر، مجرد ما ندير مثلا أوكي خلاص، في اللحظة اللي ضغطت عليها ديت فيها برس، يطلع لي شنو المدخلات أو الإجراء العملية الحسابية. طبعا السرعة هنا ضروري انه يجد المدخلات صحيحة على سبب شنو المخرجات يتم شنو بصورة صحيحة. نجو الاكوريسي اللي هي الدقة، ان كما حكينا انه هو صح سريع في اجراء العمليات الحسابية، وكذلك الدقيق، ان نسبة الخطر او نسبة الخطأ كأنها بسيطة لدرجة يمكن اهمالها. بس الدقة هنا او الاكوريسي او الاكوريت، ضروري انك الدقة متاعك، ضروري انك المدخلات يتم مدخلات صحيحة، فاكيد المخرجات شنو صحيحة. مرات انا ندخل مدخلات خطأ، أوكي، ونجي مثلا نلقى الناتج خطأ، نقول لا الحاسوب هو شنو، أن الخطأ من الحاسوب، لا الخطأ منك، من المدخل أو اليوزر أو المستخدم دخل بيانات بصورة خطأ، فلذلك شنو النتائج أكيد بيطلع خطأ. ضروري أنك لما تدخل بيانات تأكد من مدخلاتك كانت صحيحة، فأكيد المخرجات متاعتك يجي شنو بصورة صحيحة. نجو إمكانية التخزين ستوراج. طبعا الحاسوب في الهارد ديسك او التخزين الداخلي اللي هو تعرفوا انتو عنده، ممكن في الوقت الحالي الاجهزة الحالية يوصل الى عدد تيرا، اللي هو معادل مليار او معادل 1000 مليار. التيرا اللي هو بمعنى معادل مثلا تريليون، كأنك تبي تخزن كأنك تريليون حرف. فالكمية هذه كمية مهولة او كمية كبيرة جدا. الغرض من التخزين هنا انك مرات عندي، نقولوا نحن عندي منظومة، المنظومة هذه فيها مرتبات موظفين، فيها مثلا المنظومة مثلا بيانات طلبة، منظومة ديرتها في الجامعة، فيقدر الهارد ديسك أو القرص الصلب أو التخزين اللي دايره للجهاز الحاسوب هذا، يقدر إنه شنو يخزن البيانات هذينا، ممكن الساعة بتاعي، ممكن لمدة 10 20 سنة لقدام، إن كل طالب يجي يقدر البيانات قالت مخزنات فين. فهنا إن إمكانية التخزين الهائل. نجو الكمبيوتر جينيريشنز أو أجيال الحاسوب.
طبعا نحن الحاسوب ما كانش بالطريقه الشكل العام اللي توه، انك مثلا عندك لابتوب او عندك ديسكتوب اللي هو المكتبي، لا اكيد مرن بمجموعه من المراحل او مجموعه من الاجيال لعند ما وصلنا شنو الشكل العام اللي نحن نشوف فيه في الحاسوب بالشكل هذا. طبعا عندي الجيل الاول اللي هو شنو يشمل طبعا الفتره من الاربعينات الى منتصف الخمسينات، استخدموا في حاجه اسمها الفيكيوم تيوبس او الصمامات المفرغه بالشكل هذا. صمامات مفرغه عباره عن كيف اللمبه، اللمبه هذه مفرغه من الهواء، الغرض منها انك شنو لما تيول عن اللمبات هذين كان بيدينا على لجل المعلومات، مثلا لما ندخل بيانات للحاسوب فالصمام المفرغ التقني هذه هي تعالج شنو البيانات هذين. طبعا دايرين في حاجه كوسيط تخزين داخلي هو ماجنتيك دروم. كيف وسيط تخزين داخلي؟ كانه كيف الرام تخزين مؤقت يستقبل بيانات اثناء الجهاز كان يشتغل. طبعا شنو التصميم الداخلي او البيانات لما يتم تخزينها في تخزين وسيط داخلي، لان كيف الرام انك يتم تخزين مؤقتا ونبدا نشتغل، والفيكيوم تيوبس اللي هو بالشكل هذا ان شنو دي الفيكيوم تيوبس هذا كان لما نقولها مثلا فور اكزامبل اعطي عمليه حسابيه، فالبيانات بتاعتي تخزن في الماجنتيك دروم ويتم ارسالها للفيكيوم تيوبس هذا لغرض شنو لغرض وصول الى النتيجه. طبعا الجهاز كان بالشكل هذا، حجمه كبير كان معادل مثلا نقول حجم روم او دار. الاجهزه او الفيكيوم تيوبس يحتاج الى تبريد باستمرار، مهمه النقطه هذه، علاش يحتاج الى تبريد؟ ممكن دينا الفان او لان الصمامات مفرغه هذين شين يصير لهن يبدا بارتفاع درجه حراره، فاثناء ارتفاع درجه حراره ممكن شين يصير في لحظه ممكن اللمبه هذه او الفيكيوم ينحرقن فالجهاز شنو يطفى. وفي الحاجه الاخرى ان دائما متصل بالتيار الكهربائي لانه هو ما عندهش تخزين دائم، هو اوكي تخزين داخلي، التخزين داخلي هذا مؤقت، لكن ما عندهش هارد ديسك، ما عندهش تخزين داخلي، فيبدا شنو دائما معلوق في درجه معلوق في جهاز الحاسوب، لان في حاله كان طفاء الجهاز شنو يصير؟ يتم فقدان البيانات. طبعا في الجهاز هذا تم تصميم لغه اسمها الماشين لانجوج، لغه الاله. شنو وظيفه لغه الاله؟ طبعا تستخدم في برمجه الحاسوب اللي هي تكون صفرين وواحد. الماشين لانجوج نستخدم فيها عن توا، لكن توا خلاص ما عشنا نتعامل مباشره معها، في حاجه فيها ترجمه لما نتعامل معها، لكن في السابق مع الحواسيب الاولى اللي هو جهاز الحاسوب الاول كانوا دغري نتعامل مباشره. لما نجي انا مثلا نبي نبرمج اي معلومه بندخلها ضروري ندخلها عن طريق الصفر والواحد، مثلا كلمه ماشين لانجوج اللي هي هذه بالانجلش اوكي، فانا اتخيل هذه بنكتبها او نطبع ضروري نكتب الام نعطيها معادلها من الصفر الواحد، الاي معادلها من الصفر الواحد، السي معادلها من صفر واحد وهكذا. فتقدر العمليه كان عمليه شنو معقده او عمليه صعبه. طبعا مؤسسين دايرين حاجه اسمها شفره الاسكي تولى قدام ان شاء الله تعرفوها. شفره الاسكي اللي هي شفره عباره عن شفره ستاندر الامريكيه دايرينها ان كل حرف كيف في الكيبورد لما ندخل جهاز حاسوب يتحول الى الصفر والواحد. تمام. في عندي حاجه اسمها الهول بانش او المطلقات المثقبه نستخدمها كوسائط او كوحده ادخال واخراج، كنا عباره عن بطاقه، البطاقه هذه فيها كيف الثقوب، الثقوب هذين كان شنو يصير؟ مجرد ما نضغط على مثلا كيبورد على مثلا نقول حرف بي او اي شيء فهو شنو؟ البطاقه مثقبه نضغط عليها، وفي نفس الوقت لما يطلع كيف اللايت او كيف الضوء لما نطلع وتطلع النتائج تطلع على شنو على البطاقه المثقبه. نجو الجيل الثاني. طبعا الجيل الاول لان كانت العمليه عباره عن عمليه صعبه لان فيها ماشين لانجوج وكان فيها مسابقات البطاقات مثقبه، كان الجهاز عباره عن جهاز كبير، فداروا حاجة في منتصف الخمسينات إلى منتصف التسعينات من القرن العشرين يعتبروا عليه حاجة تقنية اسمها الترانزستور. الترانزستور كيف هذين بالأسلاك دوائر كهربائية وظيفتهم أن يتم فيها شنو الترانزستور هذه توصيل التيار الكهربائي مثلا في عملية المعالجة. فالجهاز بدأ شنو يصير لهنا الجهاز بدأ يصغر وكفاءة التشغيل بتاع بالذات أفضل،
استخدمنا حاجة اسمها الحلقات المغناطيسية، كيف ماجنتيك درومب، لكن هذه استخدمنا حلقات مغناطيسية في تأكيد الذاكرة، الذاكرة اللي هي نحكي ونحن مثلا كيف الذاكرة الرام. بعدها استخدمنا الأقراص المغناطيسية الصلبة اللي هي كوسيط تخزين دائم.